السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مارس اليوم تتفرج على قناة بيب ماريبيا ومكملين مع بعض شرح الريال تايم لاند سكيب اركتكت. دلوقتي عايزين ندخل على الووك ثرو، بس قبل ما ندخل على الووك ثرو خلينا نرسم بعض الحاجات. يعني مثلا اقول له عايز ارسم هاوس، مثلا اديله المساحة بتاعت الهاوس وابدا اغير في الارتفاع بتاع الحوائط مثلا وهكذا زي ما تحب. وبعد كده ممكن تضيف مثلا دور، وانا تركيزي مش هيبقى على البيت، هذا تركيزي على حاجه ثانيه بره دلوقتي. تمام، تقدر تقول له انا عايز اضيف مثلا لايت، تمام، عايز اضيف فينس. انا لما جبت فينس قال لي لا مش هينفع. ليه مش هينفع؟ لو دخلت فيو هنا ودخلت شو هايد اوبجكت هلاقي ان انا طايفي الفينس، فلازم افعلها. تمام، كويس انها اتعملت وشفنا القصه دي. ممكن تعمل قرود مثلا، مثلا في طريق مثلا من هنا لهنا مثلا بالشكل دوت على سبيل المثال يعني. تمام، مش محتاجين للقرود بس خليها كمثال يعني. ممكن تعمل مثلا حط بعض الاشجار. تمام، ده سور مثلا من النباتات مثلا. وانتر اهوت اسكيب. اهوت الووتر هبدا بضيف ايه باوند بالشكل دوت، اضيف ستريم، هضيف مثلا ووتر فلو. هضيف نقور هيت. تمام، وهضيف مثلا سبرنكلر هيت او مثلا هنا. تمام، هضيف مثلا سويمنج بول، تقدر تضيف الووتر، تقدر تضيف ديت هنا، تقدر تضيف البول لايت وهكذا. طيب بعد ما ضفنا بعض الحاجات، طبعا في امكانيات كتير جدا في البرنامج. تمام، هندخل بس حاجات بسيطة. هدخل هنا في الووك ثرو، هيبدأ يقول لي الإعدادات بتاعت الكاميرا. أقول له أنا عايز الستاندرد، هياخد ثواني بسيطة وبعد كده يبدأ يجيب لنا المبنى بالشكل دوت. فمن خلال الدبليو أنا بتحرك اهوت. ده الصورة اهو بتاع الحديقة اللي احنا كنا لسه حاطينه. يقول لي دوس F1 لو انت عايز تشوف الاوبشن اهوت. هتتحرك بالA والD. تمام، وتزود الارتفاع بالزاد والنقص، وشفت هيخليك تسرع. تمام، الماي الحمام السباحة اهوت، وهو النافورة هي موجودة بالشكل دوت. لو انت عايز تنزل شوية هيت، وفي انعكاس هو على حمام السباحة. نقدر بقى ندخل تاني ونحط مية اكتر في النافورة. هندوس اسكيب، نيجي هنا نقدر نضيف الووتر مثلا هنا اهي. السبرينكلر تقدر تضيفه بقى في الأماكن بتاعتها. ممكن حتى تحط سبرينكلر في حمام السباحة كده، ده منظر جمالي. تدخل الووك ثرو اهو، تلاقي الماية. طبعا الماية دي عدادات، تقدر تزود الماية تقلل الماية براحتك زي ما انت عايز. يعني خلينا نضيف مثلا نافورة هي، بس عايزين نكبرها شوية. فهدخل هنا مثلا، ده النوع بتاعها، تقدر تختار شكل النافورة اللي انت عايزه. ده أي حاجة من الحاجات الحلوة دي. تمام، زي ما انت عايز. وبعد كده ممكن تكبر النافورة دي اهوت بالشكل دوت. تقدر تضيف لها مثلا
ميه بشكل دوت. طبعا تقدر تتحكم في الفلوريت بتاعتها وتبدأ امتى وهكذا، وتقدر تحط مثلا من النوع دوت. تمام، طيب تقدر تدخله وتكسره، هتلاقي النافورة هي بالشكل دوت.